الزخم الكبير الحبيب معنا. هذه طائرة إرضاع جوي متقدما إلى أداء القوة الجوية، وتتذكرون ويتذكر العالم أم قادسية صدام كانوا يتساءلون أي سر ملك العراقيون. يريد التصنيع العسكري بمدى 900 كيلومتر، وتبع ذلك نجاح العراق في تجربة صاروخ التقاطع الفاو واحد، ثم في طائرة الإنذار المبكر عدنان واحد، وكان مسك الختام منظومة العابد وصاروخ تموز أريخ الحسين والعباس.